مرحبا. اليوم نحن بالحلقة 13 من بودكاست ممكن. صار عندنا تطور كتير إيجابي بموضوع اقتراح قانون استقلالية القضاء. في معنا الصديق العزيز المحامي نزار صغيه من المفكرة القانونية، هو يلي ضيفنا اليوم، ورح نغوص شوية بالتفاصيل عن شو صار. نزار، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. مرسي كتير أنك عم بتشاركنا بممكن. فكرة ممكن هي أنه بودكاست مثل ما بيقول اسمه، ممكن يصير عندنا قضاء مستقل، ممكن يصير عندنا كهرباء، ممكن نرد أموال الناس. بنحكي مع ضيوف بخبرونا شو ممكن يعملوا كل واحد بالحقل تبعه. أهلا وسهلا فيك. أنت محامي وباحث بالأمور بالشؤون القانونية، وأنت مؤسس المفكرة القانونية، وأنت مديرة الإكزيكوتيف من 2011. بس لفتني شيء بالبايو تبعك، أنك أنت كنت من السباقين بلبنان اللي استعملتوا شيء اسمه المقاضاة الاستراتيجية، استراتيجيك ليتيجيشن. شو يعني؟ فيك تفصلنا شوي شو يعني استراتيجيك ليتيجيشن؟ هي بلشت انه انت في عندك كتير قضايا اجتماعية تعتبر مهمة كتير، بس بتوصل لمحل مسدود بالسياسة، سواء لانه حساسة او لانه فيها فساد كبير او كذا. فهون بيصير المخرج تبع اذا انت مواطن وما بدك تلجأ للعنف هو انك تروح على مؤسسة مجبورة تجاوبك، مجبورة تطلع حكم، مزبوط، يلي هي القضاء. مزبوط. فهون نقلنا، بلشنا يعني في نوعين من الدعاوى اشتغلنا هون، دعاوى شعبية بس عم توصل لمحل مسكر لانه في فساد. مثل شو تقريبا؟ مثل كل دعاوى يلي إلها علاقة بالبيئة، بالكذا إلى آخره، بالأملاك العامة، بالأملاك العامة البحرية، وإلى آخره. فهون كان لابد أنه تلجأ للمجلس الشورى الدولي وللمحاكم لحتى تحرك هيدا الشيء. بس كمان لجأنا بقضايا حساسة سياسيا أو اجتماعيا للقضاء، لأنه حسينا هيدا المحل اللي فيك تتناقش جديا بأشياء هالقد فيها حساسية سياسية، مثل قضايا المفقودين تبع الحرب، اللي كمان المنطلق تبع القانون بلش لما ربحنا الدعوة بمجلس الشورى الدولي، مثل قضايا المثليين يلي ربحنا كتير دعاوى ثبتت أنه المثلية لم تعد جريمة جزائية وأنه هيدا حق طبيعي، وكان هيدا ما يمشي بتقاضي منه. وكمان كان في كتير اشياء على حرية التعبير او غيره. هدي اشتغلت شيء على المخدرات كمان، وهيك المخدرات، وثبتنا انه المبدأ تبع العلاج بدل عن المعاقبة يلي كان موجود بالقانون بس ما كان بيطبق على ارض الواقع. فعملنا 30 دعوة بمحاكم مختلفة لنزيد الحظوظ تبع النجاح هيدا. وفعلا بعد هيدي الدعوة تم تطبيق القانون، وصار بيقدر الشخص يلي مدمن عم يروح على المحكمة يقول أنا بدي أتعالج، وبالتالي بتوقف الملاحقة ضده بهذه الطريقة. كان عندكم شغل كتير رائع، يعني أنا بنيت حملتي الانتخابية كان على قانون استقلالية القضاء. اعتبرنا أنه ما فيك تعمل شيء بهالدنيا أو بهالبلد. وبصراحة كل ما نستضيف ضيف مثلا بالكهرباء تحكي وتفسر لنا شو بده يصير، توصل لمحل بتقول ايه بس اذا ما في قضاء مستقل ما فينا نعمل شيء. بموضوع الماي نفس الشيء، اذا ما القضاء حط ايده على الملف ما فينا نقاضي، ما فينا نعمل استرجاع الهيد. فاذا كان كتير مهم انه ما فينا نعمل شيء اذا القضاء تبعنا منه مستقل بقى. وانتم عملتوا فيديو كتير مهم بيلخص موضوع الاقتراح القانون. انتوا عملتوا اقتراح قانون بال 2018، ما هيك؟ قدمتوه بأيلول 2018. يعني بتعرف انت عملنا، لما عملنا اقتراح القانون بال 2018 كان تقريبا الحياة السياسية ما فيها الحراك اللي صار بعد 2019، وبالتالي كنا عارفين انه نحن رايحين على بيئة غير صديقة للإصلاح وللقضاء المستقل وكذا. بس كان عندنا رهان انه انت لما بتجي بتعمل مشروع قانون
وبتعطي معنى للكلمات. يعني استقلال القضاء بطل شيء مجرد يعني كل شي بالمجرد يعني كل بالمجرد مع استقلال القضاء. بس خلينا نشوف شو هو بالتطبيق شو بنعمل شو المعايير شو المبادئ اللي لازم يستند عليها. لما بتعمل هيدا بيخلق نقاش عام والناس يلي يمكن ما عم بيفهموا هيدا المفهوم او بعيد عنهم بعيد بيعرفوا انه في مشاكل بالقضاء بس منهم قادرين يحددوا شو بيوصل شو معناتها استقلال ولوين شو الضمانات الحقيقية تبعه. فبصير في هيدا كان تحدي كبير انه نقنع المجتمع انه استقلال القضاء هو اولوية اجتماعية. فجأة بالانتفاضة تبع 20/2019 تحركوا الشباب المجتمع ما يعني بتصور ما بعرف إذا نحن كان عندنا أي دور بس كان في شيء لافت أنه مبدأ استقلال القضاء كل المتظاهرين عم بيحملوا يافطات بيطالبوا الأولوية لأن الكل شعر أنه إذا ما في حدا يحط حدود للسلطة الحاكمة مش ممكن أنك تبني بلد 100%. فإذا رح منشوفه هيك لأنه كتير حلو واللي عاملينه بطريقة very professional بيلخص كل ال كل الموضوع بسرعة. بيعاني اللبنانيين اليوم من كثرة التدخلات بالقضاء وهيدا بيخلي القضاء يكون أقل إنتاجية وأقل عدالة وبتصير محاسبته صعبة. وصرنا عم نعيش اليوم بثقافة التدخل بالقضاء بدل ثقافة استقلال القضاء. لهالسبب قدم الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته مشروع قانون لإصلاح القضاء. شو فيها المشروع؟ أولاً تعديل كيفية تشكيل مجلس القضاء الأعلى. المجلس هو يلي بياخد القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وبتطورهم المهني بس هو اليوم مش مستقل لأنه مكون من 10 قضاة 8 منهم بتعينهم الحكومة على أساس طائفي واثنين بس بينتخبون القضاة. وبالتالي المجلس اليوم هو إيد للسياسة بقلب القضاء أكتر ما هو إيد للقضاء ضد السياسة. فكرة المشروع أنه يصير عدد أعضاء المجلس 20 9 قضاة منتخبين بيمثلوا الكل يعني الشباب والنساء كمان 4 قضاة حكميين من أصحاب المراكز العالية بالقضاء 3 قضاة بعينون المنتخبين والحكميين 2 محامين أستاذ من الجامعة اللبنانية وأستاذ من جامعة خاصة بينتخبوا من مهنهم. وهيك بيصير المجلس بيمثل القضاء ومستقل أكتر ومنفتح على المجتمع. وبيزيد المشروع من صلاحيات المجلس كرمال يقدر يعين القضاة لوحده من دون تدخل الحكومة وهيك بيضمن استقلالية القضاء بطريقة أفضل. ثانياً تعزيز الضمانات الشخصية للقاضي. ما بيكفي المجلس يكون مستقل عن الحكومة لازم القاضي كمان يكون عنده ضمانات شخصية كافية بحسب المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وأهم الضمانات يلي مش موجودة حالياً وبيقترحها مشروع القانون هي مبدأ عدم نقل القاضي إلا برضاه وهيك ما فينا نشيل ملف من قاضي وما حدا بيخاف يخسر مركزه بسبب التدخلات. مبدأ الدعوة للترشح للمراكز الشاغرة وهيك بيصير القاضي عنده رأي بأي محكمة رح يشتغل فيها وبيصير في شفافية أكتر بالتشكيلات. مبدأ المساواة بين القضاة من دون تمييز يعني كل القضاة بيقبضوا قد بعضهم وما بيفرق بيناتهم إلا الأقدمية وهيك بتوقف الإغراءات مثل التعيين باللجان وبنات البنزين وغيرها. حرية التعبير وإنشاء جمعيات للقضاة فما بيعود القاضي وحده وبيصير قادر يفضح التدخل بشغله. حق القاضي بالاعتراض على أي قرار متعلق بمهنته وهيك بتخف إمكانية التمييز ضده. وحصن المشروع كمان قضاة النيابة العامة يلي بيمثلوا الحق العام. حالياً بيتلقوا هالقضاة أوامر شفهية من رؤسائهم من دون ضوابط وهيدا بيفتح مجال واسع للتدخلات. المشروع بيقترح أنه كل الأوامر تصير خطية ومعللة وتنحط بملف الدعوة لتعزيز الشفافية. ثالثاً تفعيل عمل القضاء. هون كمان دخل المشروع إصلاحات ليأمن طاقات كافية وفعالة بالقضاء. بيقترح المشروع مثلاً تنظيم مباراة سنوية للدخول لمعهد الدروس القضائية، تقييم عمل المحاكم والقضاة دورياً، الترخيص للقضاة بالتدريس حسب إنجاز عملهم بالمحاكم، تكريس مبدأ الإنماء المتوازن بتوزيع القضاة بين المناطق. رابعاً تعزيز هيئة التفتيش القضائي. هيدي الهيئة هي اللي بتحقق بالمخالفات، بتحاسب القضاة وبتحيلهم على المجلس التأديبي. وهي كمان اليوم مش مستقلة فهي بتشتغل تحت إشراف وزير العدل يلي بيعين كل أعضائها وهيك بيكون في كتير محسوبية وحصانات ووحده القاضي يلي منه مدعوم بيتحاسب. المشروع بيحول هيئة التفتيش لهيئة مستقلة رئيسها بتختار الحكومة من أصل 3 أسماء بيقترحهم مجلس القضاء أما بقية الأعضاء فبيعينهم مجلس القضاء لوحده من دون تدخل الحكومة.
وبالوقت نفسه بيضمن المشروع المحكم العادل لكل القضاة وبيمنع طرد من القضاء من دون محكمة. ولنضمن حقوق المتقاضين أنشأ المشروع مكتب داخل الهيئة بيستقبلهم وبيساعدهم، وهيك بيقدموا الشكاوي مباشرة للهيئة من دون ما يشعروا بحاجة لتدخل السياسيين. مشروع القانون لإصلاح القضاء، وهيك بيطمن القاضي وبيطمن المتقاضي. كتير عصري بعتقد بينقلنا من محل لمحل، بياخد البلد بعتقد لمحل كتير نحن مش معودين عليه بقى يعني، أو ما بحياتنا شفناه. بدي منك بس هيك عملنا إستوريك صغير قدمته بالأيلول 2018، بليز خدنا من هالتاريخ لليوم شو صار، شو هن المراحل الأساسية ووين شفتوا الصعاب والمصاعب. خليني أرجع قبل أيلول تموز 2018 بالمكتبة البرلمان، نعمل أول لقاء بيكون فيه كل الكتل تقريبا والكل مبسوط بالقانون، بيطلعوا واحد ورا الثاني على المنبر يشيدوا بالقانون ويشكروا المفكرة وإلى آخره والائتلاف. بعدين بأيلول تقدم رسميا بعد ما وقعوا 9 نواب بيمثلوا تقريبا كمان أغلب الكتل، وبتبلش عملية أنه يلا بلشوا درسوا. بأول 2019 بيصير جلسة مهمة جدا مع كلنا إرادة نعملها، وكمان بحضور كل الكتل، وكمان كل الكتل مصورة واحد واحد عم بيعلنوا قديهن مهتمين ملتزمين. وبيطلع أستاذ جورج عدوان ويلي هو رئيس لجنة الإدارة والعدل اللي مفروض هي تدرسه، وبيعلن 2019 سنة استقلال القضاء، وهيدا كتير مهم لهيدا الشيء. بس كان لازم ننطر تقريبا كل السنة، لازم ننطر تقريبا لتشرين انتفاضة كبيرة وننطر انه الناس تصرخ بالشوارع وحلقات النقاش اللي كانت عم تصير بالخيام تصير على استقلال القضاء لحتى يبلشوا مناقشة هيدا القانون الفعلي. فحصل المناقشة بأربعة كانون الأول 2019، وبالتالي بعد تقريبا سنة وشهرين من هيدا التقدم بالاقتراح. من أول ما بلشوا كان في مشكل، المشكل الأول أنه مصرين مثل العادة أنه يناقشوا الأشياء بطريقة سرية. طب ليه عم تعملوا بطريقة سرية؟ طب قانون مثل هيدا والناس بالشوارع والناس مهتمة بهيدا الموضوع، طب اعملوا استثناء والنظام الداخلي لمجلس النواب بيسمح لك حسب المادة 34 للجنة أن تعلن علنية الجلسات 100%. وكنا دائما عم نقول بدنا علنية الجلسات، يعني لأنه هم مش مؤمنين بالنقاشات اللي بتصير بغرف مغلقة بكل صراحة، وعدا عن أنه ما بيكون النائب شاعر بمسؤولية، فالكلام مثل ما بقول ما عليه جمرك، بيحكوا 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 ومش ممكن. فعلا هيدا كان شيء وسبب بطء كبير، والأهم سبب خلل بالمنهجية أساسي، لأنه الأستاذ عدوان قرر أنه ما بده يفوت بالمشروع دغري، بده يعمل برينستورمينج على الأشياء المختلفة تبع القانون، وكل مرة بيطلب من أحد من القضاة الموجودين اللي بيساعدوا اللجنة أنه يكتب فقرة أو يستعين بالاقتراح القانون كورقة خلفية يعني صارت. وبالتالي صاروا هني عم بيعملوا القانون تبعهم يعني، وبالتالي أكيد عم بياخدوا كتير من القانون، حافظوا على الهيكلية تبعه لأنه اعتبروا أنه هيدي الهيكلية بتساعد كتير، ولكن وحدة الفكر تبعه والأهم أنه المعايير والمبادئ يلي بتتكامل مع بعضها لتعمل قضاء مستقل. لأنه أنت إذا أعطيته استقلالية بالتعيين وضربته بالمحاسبة مثل كأنك ما عملت شيء شي. Exactly. يعني جبت واحد لحاله بدون من نية حدا تعين قاضي، بس في عندك أنت مجلس تأديبي قادر يربي كل قاضي ما بيطيع السلطة، عمليا ضربت له الاستقلال. وبالتالي مشان هيك بنعتبر القانون هو وحدة متكاملة، مفروض يكون في رأي ويكون في رؤية واضحة للأشياء وتكامل كتير كبير. بالتالي هيدا انضرب لما تم اتباع هيدا المنهجية، وكانت الكارثة الحقيقية بعد أكثر من سنة ونص، يعني عم نحكي 2021 بأيار بيعلنوا عن أول نسخة
وكانت فعلا نسخة مليانة تضارب، وتقريبا ما في مبدأ من استقلال القضاء إلا مضروب، والبشع أنه بياخدوا المبدأ، يعني بياخدوا المبدأ منا بس بالتفاصيل بيعروا المبدأ بيفرغوه بالتفاصيل. يعني مثلا بتقول أنا مع أنه ما بينقل القاضي إلا برضا، بس بعدين بتحط مليون استثناء وبتحط آلية لتعيين القضاء تضرب هيدا المبدأ، وبتقول إذا ما في مرشحين كفاية أنا ما مني ملتزم بهيدا المبدأ، وبالتالي بتطيره. فكان اعتبرنا وقتها أنه لازم أنه ينعمل شيء، ووقتها قررنا بالائتلاف استقلال القضاء يلي بيضم، يلي كمان نشأ وتطور. هلا كان ناشئ قبل الثورة، رجع بعد الثورة تطور، لأنه قبل الثورة كان بيعتمد أكتر على NGO، بعد الثورة صار في كتير حركات سياسية وأحزاب فاتوا على هيدا الشيء لحتى نستفيد من الوزن السياسي للقوى الديمقراطية اللي عم يكبر. وبالتالي اليوم هيدا الائتلاف قال أنه هيدا المشروع مش ممكن ينعمل، وقتها طلبنا أنه يا خيي أنتم ما عم تصدقونا أنه هيدا القانون معمول ليعمل استقلال، بده يعمل استقلال يعني بده يكون في ضمانات استقلال حقيقية، وهيدي فيها معايير وصار متفق عليها عالميا. طب إذا هيدي المعايير وهالضمانات مش موجودة ليه عم تعملوا القانون؟ دخلك عرضوه على الهيئة العامة؟ يعني بعد ما كانوا عارضينه على الهيئة العامة. ساعتها نحن بأيار وحزيران نشرنا شيء 53 صفحة تنقول ليش نحن ضد هيدا المشروع، وين في شيء جيد للأمام وين في شيء سلبي، والسلبيات أنه وين بتتعارض مع المبادئ. وطلبنا من وزيرة العدل وقتها أنه خلينا نروح على، إذا مش مصدقيننا الشباب ومعتبرينا خصم لقلهم، وما لما بنقول لهم في معايير مضروبه بيقولوا انتم عندكم بتستهداف سياسي والى اخره، انه انتم معارضين للاحزاب السياسيه وغيره، خلينا نروح على لجنه خبراء دوليين يلي هي معروفه واشتغلت بكذا دوله ومن بيناتهم تونس، وتابعناها نحن بتونس، وخلينا نسالها. فكان هيدا هو الطلب اللي تقدم لوزيره العدل ماري كلود نجم بوقتها، وكان الهدف أنه نعيد النقاش للمعايير والمبادئ لحتى هيدول يكونوا مأمنين. معتبرين نحن هيدي القوة اللي صارت متجسدة بمبادئ ومعايير أنتجتها البشرية جمعاء بالتجارب المختلفة، وصار فيها تفكير حقوقي واسع ممكن أنت تستفيد منها لتاخد وزن كبير يغطي يمكن على عدم توازن القوى داخل البرلمان. دكتور بس يعني عم تقول لي لجنة عدوان ما عرضت مشروعها هي على الهيئة العامة بمجلس النواب؟ لا، هلا بعد ما عملنا هيدا الشيء استاذ عدوان صار تواصل معه، صلح كتير من الأغلاط الموجودة بالنسخة الأولى، عمل نسخة تانية بس برضو كان فيها كتير شوائب. وهون انعرضت على الهيئة العامة، وزير العدل طلب مهلة لحتى يعطي رأيه فيها، وبهيدا الوقت كان صار المشروع عند الكوميسيون دو فينيز بناء على طلب الوزيرة ماري كلود نجم وتأكيد الوزير الحالي، وبعدين طلع الرأي تبع لجنة. فاليوم نحن هون طلع الرأي وهلأ ما بعد الرأي، فشو بيقول الرأي؟ قبل ما أحكي بالرأي بدي بس منك تفصلنا شوية، لأنه الناس ما رح تعرف وكتير مهم تعرف شو هي الكوميسيون دو فينيز وليش دورها هالقد مهم. نحن أكيد بالفيديو رح نحط لينك للسيت تبعهم يعني لحتى اللي بيحب يروح يشوف، بس أنا يعني أكيد قريت شوي السايت تبعهم، وهي بتقول إنه هي هيدي كوميشن إنديبندنس، يعني to ensure the independence of the judiciary، بيتأكدوا من استقلالية القضاء يلي هن بيعتبروا إنه هيدي من أهم من صلب أعمالها لهيدي الكوميسيون. صحيح. لما كنا عم نحكي قبل قلت لي انه انتم استفدتوا من خبرتكم مع العمل بتونس يلي هن كمان كانوا يتكلوا كتير على كل القوانين اللي عملوها من بعد الثورة على الكوميسيون دو فينيز. كيف صارت الكوميسيون دو فينيز خلقت 1990 وهي كان بعد تحول عدد من الدول أوروبا الشرقية للديمقراطية، فكان لابد أنه يعيدوا النظر بكتير قوانين ويكرسوا المبادئ الديمقراطية وكذا. وبالتالي اعتبروا أنه ممكن هيدي اللجنة تساعد كلجنة خبراء
بصناعة هيدي القوانين يلي هن بيدققوا بالنصوص، يعني يلي بيدققوا بالنصوص بيشوفوا إذا هيدي فعلا بتحقق توازن سلطات، بتحقق أنه محاسبة بموضوع القضاء. إذا بتحقق شغلتين بيطلعوا عليها، استقلال القضاء ومحاسبة القضاة يلي بيغلطوا، لأنه محاسبة جزء من الاستقلال. 100% إذا قاضي عم بيعمل عالشي براسه يعني ما بيتحاسب يعني ديكتاتوري بيبطل قاضي لا يحكم بالعدل. وبالتالي هلأ نحن تعرفنا عليهم بتونس من خلال الشغل، عن تعرف المفكرة عنا فرع بتونس، وكنا عم نتابع ورش العمل يلي عم تصير هنيك سواء على الدستور أو على العدالة الانتقالية أو على القضاء. وبكل هيدول المفاصل كان رأي الكوميسيون دو فينيز موجود وكان يتناقش ويعني يشتغلوا بالتوصيات. طبعا اكيد في محلات ما يقبلوا، في شغلات سياسيه يعني بالاخر هو دور استشاري. اي اكيد، ولا نحن حتى ما بنقبل يعني مش انه نحن بدنا حدا يفرض شيء على الدوله اللبنانيه، بس انه بتستفيد من ناس عندهم مصداقيه كخبراء مستقلين ويعملوا، مش معناتها كل شيء بيعملوه لازم نسلم فيه تسليم، ولكن بحط الدفه، بس يعني اللي بحط لك جايدنس، بحط الاطار العام يلي مفروض النقاش يصير خلاله. اوكي، فاذا الوزيره نجم بعثت لهم الاقتراح تبع المفكره مثل ما هو؟ لا، بعثت لهم الاقتراح مثل ما وصلت له لجنه الاداره والعدل. اوكي، يلي هو لحتى لانه كان بدهم يقدموه على الهيئه العامه للتصويت. وبالتالي كان لابد نحن أنه نقدر من خلال لجنة البندقين ناخد رأي هل هيدا جاهز للتصويت؟ هل هو فعلا قانون بحقق الغاية المحطوطة بعنوانه يلي هو استقلال القضاء؟ ولا هو قانون مفرغ من الضمانات أو الضمانات فيه غير كافية؟ دونك درسوا هيدا الاقتراح هني، وعرفت أنا أنه أجوا على بيروت، اجوا على بيروت، اجتمعوا مع الكل، مع مجلس قضاء، مع لجنة الإدارة والعدل، وزير العدل، نادي القضاة، واجتمعوا مع ائتلاف استقلال القضاء. أوكي، يلي كانت فرصة لكتير من الأعضاء تبع استقلال القضاء أنهم يعطوا رأيهم بليش هيدا المشروع ملاقينه الغير كافي ليضمن استقلال القضاء. كان في كتير حديث عن النظام اللبناني خصوصيته، ما انت بتعرف دايما بيطلعوا لك بالخصوصية أكيد. لحتى يبرروا اشياء منا، يعني مثلا بعطيك شيء دايما بيصيروه بالأوساط الرسمية انه نحن بلد طائفي وبالتالي مجلس قضاء لازم يكون مناصفة، كيف أنا بدي خلي الانتخاب يعمل، أنه كيف بالانتخاب بدي أوصل للمناصفة، بركي هاي الطائفة صار عندك وضعت، بركي هاي صار عندها، فبالتالي خلينا بالتعيين من الحكومة أحسن. وبالتالي بيضرب لك كل مبدأ استقلال القضاء بالخصوصية اللبنانية. فنحن وقت عملنا المشروع كنا قلنا خيي نحن بنعرف أنه إثارة الهواجس الطائفية شغلة ممكن تصير وسهل تصير ودغري بيتحرض الشارع ضد شارع، وبالتالي مهم نحن نجرب نوفق ما بين، يعني ناخد بعين الاعتبار الهواجس هيدي لما بدنا نعمل الاقتراح قانون. وبشان هيك كانت التركيبة تبع مجلس القضاء، شفت انت في منتخبين بس كمان في ثلاثة بعينون بعينون المنتخبين، وبالتالي قلنا بدل ما نقول له للحكومة تفضلي أمني توازنات وإلى آخره ممكن تنفرد، خلون هن بين بعضهم كذا، أنه القضاة المنتخبين يلي عندهم شرعية أنه هن وصلوا باستقلالية أنه هن يتولوا هالشي، وبالتالي بتكون سحبت الزريعة من الحكومة بهذا الإطار. شو قالوا لكم هلأ؟ يعني لما اجتمعتوا معهم أنتوا للكوميسيون دو فينيز، يعني سؤالي هلأ كيف منقدم هلا لقدام؟ هلا هن اخذوا كتير اشياء مكتوبه عن القضاء ليفهم، لان مطلوب من 3 اشخاص يفهموا النظام اللبناني، لانه مش هين انه انت تفهم نظام معقد هيك وتطلع رأي بهيدا الاقتراح القانون وبسرعه، لانه لازم خلال 2-3 شهور يكونوا خالصين. وفعلا انهوا حسب الوقت المحدد. فلما اجوا سألونا شو اعتراضاتنا على القانون، سألونا بعض الأسئلة عن الطائفية عن غيره شو رأينا فيها وإلى آخره، وبالتالي طلع الرأي وتم إقراره من بالكوميسيون دو فينيز من الكونساي دو لوروب يعني، وهيدا الرأي صار اليوم موجود. في توصيات واضحة وفي أشياء مثل بتساعد أو بتطرح أسئلة على المشرع لحتى يعملها،
فاليوم نحن بهيدا المحل، شو بدنا نعمل بهيدا التوصيل؟ اوكي اكزاكتلي. هلا انتم شو انتم كائتلاف استقلالية القضاء شو رح تعملوا؟ رح ترجعوا تصيغوا طلب تاني وتقدموه للجنة عدوان ولا شو رح بيست على شو قالت الكوميسيون دو فينيس؟ هلا نحن بدنا ننطر شو رح يعمل وزير العدل، شو بده يعمل عدوان انطلاقا من هيدا التوصيات. أوكي. وأكيد نحن اليوم عم نطالب بأنه الجزء أنه هيدي التوصيات تتاخد بعين الاعتبار، ما عم نقول يبصموا بالعشرة، بس أنه ما فيهم حلو المناقشة لحتى نفرجي نحن أنه كمان عم نتطور على الصعيد القيمي وعلى الصعيد القواعد القانونية والمبادئ. وهيدا الشيء الحلو يعني، وبدنا ما بيجوا هن بيعملوه بطريقة دبلوماسية وطريقة كذا، انه ما يبين مثل تفزلك او لا، انه عم بيفتح جدل، عم بيطرح اسئلة جدية، عم بيطرح وين في مشاكل. وجزء كبير من التوصيات تبعها هي نفسها الملاحظات يلي عملها ائتلاف استقلال القضاء على المشروع، وهيدا دل على مصداقية ائتلاف استقلال القضاء وجديته بالتعاطي بالموضوع. أوكي. شو مطلوب هلأ؟ يعني شو مطلوب من لجنة الإدارة والعدل؟ هلأ هن أكيد اجتمعوا فيهم، عرفتوا شيء شو كانت المداولات ولا كانت شوية؟ هلأ المداولات ما أكيد المداولات بتسأل الأسئلة. هلأ هني كوميسيون دو فينيز ما بيجوا بيعطوك، يعني هني بيعتبروا حالهم مثل قضاة يعني عم يسألوك، بس أنه ما بيعطوك رأيهم بالموضوع إلا هون تعرفوا لما بيطلع الرأي. ورح نحط نسخة لينك للريبورت كمان. فهو هو هيدا الرأي فات يعني ناقش كتير اشياء من يلي نحن عاملينهم. رح اعطي بعض الامثلة. نحن كان عنا كتير خوف انه اجوا حطوا 7 قضاة منتخبين من اصل 10، فهيدا اعتبر مثل كأنه اصلاح ضخم وكبير. لانه في مبدأ صار عالمي تقريبا انه لازم الغالبية تبع مجلس قضاء تكون منتخبة من القضاة، وبالتالي التزموا فيه. بس نحن كان السؤال من كيف منتخبين هيدول ومن اي ناس؟ ما قسموا للقضاء لفئات. اوكي. فالقضاة تبع رؤساء محكمة التمييز يلي وصلوا لراس الهرمية بعد ما كانت جزء كبير منهم يعني لحتى توصل لراس الهرم بالنظام اللبناني، مع انت رضيوا عليك 100 مرة لحتى توصل لهون. وبالتالي كنا عم نقول هيدول 10 اخدين منهم واحد، بينما عندك 140 قاضي هن الشباب اخدين منهم واحد. وبالتالي انت صار الشباب القضاة يعني شباب القضاة مهمشين تماما بالمجلس، بينما القضاة الكبار ممثلين أكتر من اللزوم بالمجلس. ولما بنقول قضاة الكبار والفئات يلي كانوا محددينها، قسم كبير من هيدي الفئات هن يلي ما كانوا يتعينوا فيها إلا الناس القراب من القوى السياسية. وبالتالي نحن اعتبرنا أنه بهيك انتخابات صحيح عم تصير انتخابات، بس هي ما عم بتوازن النتائج، ما عم بتوازن بين الفئات المختلفة بين القضاة، وبالتالي عم توصل القضاة الكبار أنه يحكموا القضاء كلياته. وهيدا اعتبرناه أنه رح يكرس للأسف أنه هيدا انتخابات ما عم تعطي مجال للقضاة الشباب أنه يشاركوا بطريقة فعالة بإدارة أعمالهم. واعتبرنا انه هون لازم الفئات الشابة تتمثل اكتر، وهيدا قررته كمان الكوميسيون دو فينيز، واعتبرت انه ايه ممكن انه انت تعطي شوية مجال اكتر للكبار انه عندهم خبرة اكتر وكذا، بس هيدا ما بيمنع انه لازم تعطي تمثيل كافي للقضاة الشباب، وهيدا شيء كتير مهم بتصور. يعني هلأ الطابة هي بملعب لجنة الإدارة والعدل، مزبوط؟ بس أهم من هيك خليني أقولك هي قضية المحاسبة والتقييم، وهون نحن كان عندنا خوف كبير. يعني مثل ما عم بقولك إجوا عملوا مجلس قضاء منتخب، أوكي، فرجعوا عملوا فمجلس قضاء هو بيدير القضاء يعني بعين بيعمل تشكيلات مشروع التشكيلات. بس خلقوا هيئتين تانيين، واحدة موجودة يعني رجعوا عادوا تكوينها، وحده خلقوها عن جديد يلي هي هيئة للتقييم القضاة وهيئة للتحقيق والتفتيش مع القضاء. وهيدول الهيئتين معينين بشكل كامل من السلطة التنفيذية بدون حتى ما يكون يعني بس بالهيئة التقييم بيطلبوا رأي، بس رأي غير ملزم من مجلس قضاء.
وبالتالي كنا عم نقول انه ما فيك تعطي بايد مجلس قضاء منتخب وتاخد بايد يعني تخضع القضاة والكذا لنظام محاسبة وتقييم ممكن يحول حياتهم لجحيم بالملاحقات وبكذا من دون ما تعطي يعني وتخليها هيدي بإيد السلطة التنفيذية بشكل كامل. فهون بتكون انت عم تفتح باب لسيطرة على القضاء بمحل، وهيدا كان اعتراضنا كبير على كيف بيتكونوا هيدول الهيئتين، وفرجينا انه هيدي الهيئات بعدها خاضعة للسلطة التنفيذية تماما، وهيدا كمان يلي اكدته لجنة البندقية. اوكي. كمان في امر اخر بحب اذكره يعني لانه مهم جدا، نادي قضاة لبنان. هيدا النادي هو وريث جمعية نشأت بالقضاء اللبناني سنة 69، وأول جمعية كانت، وانقضى عليها وقتها بال 71 لأنها جرأت تحكي على السلطة الحاكمة والسلطة السياسية، وانطرنا 50 سنة لحتى يرجع يعملوا القضاة جمعية تانية. ورغم أنه ضلت لحتى نعملت الجمعية القضاة عم بيجتمعوا ويعملوا اجتماعات ليعملوا جمعية، وكل مرة يتدخلوا بالسلطة ليمنعون، لحتى بال 2018 نجحوا أنهم يعملوا جمعية. وشفنا نحن كيف خطابة استقلالي بشكل كتير كبير، وأول جمعية يعني بتمثل موظفين بالدولة القضاة يعني أخذت موقف مع الشعب بعد انتفاضة 17 تشرين، كان نادي القضاة، وبتذكروا العالم هيدا الشيء. أكيد. شو بيجي القانون بيعمل؟ الاقتراح تبع عدوان، نحن بالاقتراح تبعنا كرسنا حق القضاة بإنشاء جمعية. مزبوط. ولأنه نحن معتبرين أنه القاضي المستفرد هو القاضي الضعيف، لما بيستفرد الإنسان بيصير ضعيف، بينما الإنسان بيكون عنده تضامن من زملائه، هيدا ممكن أن يكون يقوى بزملائه ويخلق حالة عامة. فإجا المشروع قالوا أنه فيها تبني الجمعية بس أنه الهدف تبعها ما فيها تعمل أي شيء بيدخل بصلاحية مجلس قضاء الأعلى. صلاحية مجلس قضاء الأعلى هو السهر على استقلال القضاء، السهر على مصالح القضاة، على مصالحهم المعنوية والمادية، وبالتالي ما بيقدر يعمل شيء غير فريق فوتبول. شو عد إلى طعمي؟ فكمان هيدا أكدته لجنة البندقية وقالت أنه هيدا إخلال بمبدأ حرية التجمع تبع القضاة يلي هي مركزية كضمانة لاستقلال القضاة. وبالتالي بهيدول المحلات كلها أسئلة جدية جدا عم تنطرح عليهم للجنة الإدارة والعدل وللحكومة بهيدا المحل. بحب شير لشيء أخير بهيدا المجال يعني لحتى ينفهم قبل ما تبلش بالتفاصيل وكذا، في تفاصيل كتير يعني ما بتصور مش ضروري نفوت فيها هلأ. حكيت اللجنة على شيء كتير مهم يلي فاتت على مبدأ الطائفية بلبنان، لأنه نقلها أنه في خصوصية طائفية وإلى آخره. فقالت أنه مزبوط المادة 95 من الدستور بتقول أنه تعلن هي أنه نحن بدنا ننتقل لشي تاني، بدنا نلغي الطائفية، وبس أنه لحتى نوصل لهيدا المحل بدنا نراعي بالفئات الأولى والموظفين الدرجة الأولى، وبيناتهم القضاة درجة أولى، مش كل القضاة ولكن مثل مجلس قضاء وكذا لازم نراعي المناصفة. فبتجي بتقول حرفيا، وهيدا كتير مهم، بتذكر بإشياء كتير أساسية، أنه ممنوع نخصص أي مركز لأي طائفة، وهيدا موجود بالمادة 95 بس ما عم بيتطبق، لأنه 3/4 المراكز بالقضاء طيفت، محجوزة كل المراكز المهمة طيفت، وبيطيفوها لحتى الزعيم يعني هو الطايفة هو يعين هيدا القاضي بهيدا الطايفة، فبصير القضاء هو مركز نفوذ مش مركز. وبالتالي هيدي كتير مهمة كمعيار ذكروا فيه بالمادة 95. ومعيار تاني ذكروا فيه أنه المناصفة لازم تتأيد بالكفاءة، وبالتالي أنت قبل ما تعين ما بيكفي الزعيم يكون راضي، مش أنه قضية ولا سياسة، يكون كفوء، لازم يكون في إجراءات بيّنت أنه هيدا كفوء. مشان هيك رجعوا أخذوا وذكروا يلي نحن كنا حاطينه بالقانون، مبدأ الترشح على المناصب المهمة، وأنه يلي بيترشح بيستمع لقلوا بطريقة شفافة
وبنقدر نقيم هيدا الشخص إذا هو بيستاهل ولا لا، لأنه أحيانا عم بتعين قضاة بأكبر الدرجات وتقريبا كل العدلية بتعرف أنه عندهم ملفات كتير بالتفتيش وغيره، وبالتالي هيدا الشيء ما بيجو. وقالت كمان وهيدا شيء كتير مهم، أنه حتى ولو كان هن ملزمين اليوم، اعتبرت الدولة أنها ملزمة بنوع من المناصفة، بس ما لازم تنسى أنه الهدف الاستراتيجي تبع الدستور هو الانتقال لدولة غير طائفية، وبالتالي لازم يكون هيدا القانون يخلق إمكانية التحول ويساعد بإمكانية التحول لحتى نوصل لمحل تاني، فما يكتفي بالستاتو كو الموجود، ما يكتفي بالشي السائد، بالعكس يكون عم بيشجع وعم بيدفع لمحل آخر. وبتصور هيدا بينبنى كتير عليه، وهيدا الشيء اللي مفروض نحنا يعني ما عطت كتير اشياء تتقلنا شو بدوين عمل لما لانه بس حطت المبدأ، بس من هيدا المبدأ بينزل كتير اشياء، والاكترية شفتهم بالفيديو من الاشياء اللي كنا حاطينهم. فهيدا كله يتو هيدا الرأي، عم نفكر كيف بدنا نستثمره، كيف بدنا نشتغل عليه لحتى يقوى بهيدا المحل. بس ليك يلي شوية بيراقب هيك عن بعيد وبيشوف انه أخي السلطة ما قالها مصلحة يصير هيدا القانون أكيد، وبتشوف من انتخابات لجنة الإدارة والعدل إنه هون بهيدا السلايد حطيت اللجنة القديمة يعني بالمجلس القديم واللجنة الجديدة بالمجلس الجديد، اللي هي تقريبا كانت كوبي كونفيرم عن شو يعني بعده الثنائي الشيعي ممثل بطريقة كتير كبيرة، القوات يلي جورج عدوان هو رئيس اللجنة بينتمي لإلون. كيف برأيك انت كيف معقول يقبلوا ياخدوا بتوصيات لجنة البندقية، واليوم نحن عايشين بديدلوك مثلا من انفجار المرفأ او تفجير المرفأ، انه هل قوى السياسية بالذات واللي اليوم في عليها اثنين مطلوبين للعدالة هن ممبرز بهيدي اللجنة؟ يعني بعتقد الصراع شبه يعني ما بدي اقول مستحيل، بس صراع كتير صعب انك تقنع هل ناس بالذات يجوا يعطوك استقلالية القضاء. شو الاستراتيجية اللي بدنا نعملها؟ شو بدنا نستعمل؟ كيف بدنا نعمل؟ ما حدا قال انه الصراع مش بسيط. ايه اكيد. وما حدا قال انه استقلال القضاء تقنية وبسيطة وبتنحل برأيي من هيدول كلياتهم. نحن بس عم نجرب نقوي الملف تبعنا، عم نجرب نعطي حجج اكتر، عم نجرب نحرج اكتر السلطة لحتى نحصل على اكبر عدد من الاشياء. وهيدا المسار يلي ماشيين، وعلى فكرة انه هيدا واحد من القوانين يلي اشتغلنا عليها. في قانون تاني له علاقة بالقضاء الإداري مزمون. والقضاء الإداري بأهمية هيدا معلوم، القضاء الإداري عن كل المراسيم اللي بتطلع عن الحكومة، عن البلديات، عن اتحادات البلديات، القرارات قادر تطعن فيها هونيك. وانت بتعرف انه هيدول اللي فيهم فساد، العقود اللي بتنعمل الى اخره، من النفايات لكسارات لمية ألف شغلة. وبالتالي هوني الأهمية. وعلى فكرة القانون الثاني تبع استقلال القضاء الإداري بلشوا فيه نقاش من مبارح، كان أول مرة بمجلس النواب، وهلا عينوا لجنة فرعية لتبلش فيه. واللجنة البندقية أعلنت فيها بأنه يلي بيسري على هيدا، على هيدا بيسري، ممكن على هيدا جزء كبير منه بيسري على هيداك من ناحية تكوين مجلس قضاء وإلى آخره وكل هيدا شيء. طيب ليك هالنواب 13 يلي يسموا تغييريين، ما عندهم شي دور يلعبوه برأيك بيها بلا هلا يعني. انت خلقت هيدا الإطار، خلقت جبرتهم يعترفوا بالأجندة تبعك. قبل وقت كنا نحكي بدنا استقلال القضاء، كانوا يقولوا لنا لا ما بدنا، القوانين منيحة، خلي القاضي يكون منيح، حولوه على مشكل عند القاضي. وبالتالي اليوم انت فرضت، يعني اليوم إن كان البرلمان ولا الحكومة معتبرين حالهم ملزمين بهيدي الأجندة، معتبرين أنه هن تبنوا هيدي الأجندة وكل، فأنت ربحت بالأجندة أوريدي يعني. وهيدا شيء كتير مهم أنك تسجله، أنه عملت الإحراج أنه أنا بدي هيدي تنحط على الأجندة وتعترفوا
أنه هيدا استحقاق مهم بالإصلاحات المطلوبة لبنانيا. فإذا لازم نطلع. وهيدا مش بس على الصعيد الوطني، بس حتى مثلا الIMF بيجي بيحكيك عن إصلاحات كتير وما بيذكر لك استقلال القضاء. فكمان وجهنا له كده أنه كيف بدك تحارب الفساد، أنه بيجوا بيحكوك عن مكافحة الفساد، أنه شو مكافحة الفساد كلمة بتتم يعني عملت قانون أنه في رقيب على فلان صار عندك أنت مكافحة فساد، بدك قضاء مستقل ولا ما بيمشي. انتوا رسلتون للIMF بهالخصوص؟ ما رسلناهم بس عم نوصل المساج. فينا نرسل خلال كتير أكيد. حدا عنده صفة يقول ما شاء الله هلا صار ما بقى في حدا الا عنده التواصل صار صار يطلع من انه بس اكيد هيدي كانت واحدة من الانتقادات يلي على الورقة يلي مضيوعة مع الحكومة انه وين استقلال القضاء هون. بس على الصعيد الدولي والاتحاد الاوروبي والمجموعة الدول المانحة للبنان صاروا معترفين، وهيدا قالوه بالمراجعة الدورية لحقوق الإنسان بلبنان، كذا دولة طلبت من لبنان أنه يحسن استقلال القضاء ببلده قبل ما كان ينذكر هيدا الشيء. وبالتالي كان كتير مهم أنه أنت تربح الأجندة. الشيء التاني اللي ربحناه هو المعايير والمبادئ يعترفوا فيها حتى بالقانون يلي رغم الصغرات تبعه المبادئ موجودة ولو كانت عم تتفرغ بالتفاصيل. فصارت معركتنا هلأ على التفاصيل. معركة بالتفاصيل بدك ناس تضغط جوا وبرا. أكيد. وجوا باللجنة اليوم للأسف ما في غير ما في ولا واحد تغيير يعني استقتلوا تيكبوه برا لا ما بس خلق. نحن أسامة خلق. سعد هو من النواب يعني كثير نتعامل معهم. أسامة هو جزء من الائتلاف يعني الحزب اللي بينتمي له هو جزء من الائتلاف استقلال القضاء، وهو اللي قدم اقتراح استقلال القضاء الإداري باسم الائتلاف كله وقدمه مع الائتلاف. وبالتالي اليوم أسامة سعد هو من المدافعين الكبار عن هيدا المبدأ بما يمثله بالمصداقية اللي بناها بال بال بالطريقة يلي عم يفرجي انه هو مناصر لقضايا المجتمع من 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 قبل 17 تشرين باسم كبير، ولكن بشكل خاص بعد 17 تشرين وخاصة لما ضحى بتحالفاته السياسية كرمال انه يقول انا مع حقوق الناس 100%. وبالتالي هيدا كان كتير مهم يكون موجود. هلا ما بيمنع كل القضاء كل النواب الاخرين يلي هن ديمقراطيين، ما بدي استعمل عبارة 13 أو لأنه في منهم ديمقراطيين في منهم مش ديمقراطيين، مثل ما في ناس ديمقراطيين من خارج هال 13 كلهم مدعوين أكيد أنه نشاركوا بكترة باللجنة. يعني إحنا عم نطلب أنها تكون النقاشات علنية يعني كل العالم تعرف فيها. وبالتالي النواب يلي بيعتبروا أنه استقلال القضاء مهم مفروض أنه يحضروا هالاجتماعات ويجربوا من خلالها أنه يطوروا هيدا الشيء. واليوم الائتلاف استقلال القضاء طلع بيان وطالب انه اي اجتماعات بدها تصير بدها تكون علنية، وهيدا كتير مهم مش بس لاستقلال القضاء ولكن للتشريع بشكل عام انه نبلش بعلنية الجلسات. ما في شيء رح يخلي الانسان مسؤول عن كل كلمة بيحكيها الا اذا كانت بابليك 100%. طيب عندك شيء فكرة هلأ إذا جورج عدوان حدد شيء أي جلسة اجتماع كذا يعني شو رح يعملوا ولا هلأ اليوم. يعني شو بدنا نعمل؟ أو خليني أسألك سؤال بغير طريقة. إذا اليوم قرروا لأنه اجتمعوا هن كلهم سوا وقرروا خلينا نحطه بالجرور وننسيه، شو بدنا نعمل؟ مثل ما كنا عم نعمل قبل ضلنا يعني لحنا ما خلصت المعركة يعملوها 100% ومعتبرين المعركة على مدى طويل ومعتبرين كل مالنا عم نتقدم بهيدي المعركة عم نحرز نقط بعد لهلأ عم نحرز نقط للأمام عم ناخد منهم تنازلات واحد ورا التاني. ما بعرف إذا رح نوصل، ما بعرف إذا حيطلع القانون، بس أكيد الثقافة تبع استقلال القضاء والاهتمام تبع استقلال القضاء والوعي العام لأهمية هيدا الشيء عم بتزيد، والعناوين تبع استقلال القضاء عم يصير عندها معنى وعم بيصير عندها مضمون، وكله هيدا عم نربح فيه. لأي درجة رح نقدر ننتزع قرار جوات مجلس نيابة بعد الغالبية فيه غير ديمقراطية هيدا موضوع آخر مختلف تماما أكيد. بس انت هيك بتبني بحسب رأيي هيدا يعني
مثل ما تسمي أنه الخطة تبعنا بلشت بمحل تقريبا ما كان في ديمقراطية أبدا بال 2018 واليوم وصلنا لهون. ومثل ما عم تقول ممكن بالإصرار الاجتماعي أنك تحرز أنك تفرض على السلطة الموجودة تعمل تنازلات. بفهم أنه الاستقلال القضاء هو تنازل كبير منه صغير، يعني مش عم تطلب منهم يعملوا لك منتزه شعبي، يعني عم تطلب منهم شيء ممكن يحاسبهم، هن عندهم إياها ممكن يحاسبهم، وبالتالي هو تنازل كبير، بس هو أقل من التنازل عن السلطة. بعد ما وصلوا للتنازل عن السلطة، بس ممكن أنت يتنازلوا عن أنه ما يكون عليهم حسيب، ما يكون عليهم رقيب. وبالتالي أنت عم تبني رأي عام، عم تبني وعي عام، ما بتعرف لوين بده، كيف، لأي درجة رح يكبر، رح يقدر. يعني أحيانا كتير كنا نعتبر أنه صار في هيدا الرأي عام واسع جدا، أحيانا كان عم بيصغر يرجع يكبر، بس كله الوعي. يعني ما بتتخيل مفاهيم استقلال القضاء قد تقدمت وتطورت من 2019 لليوم. زياد، أنا بعرف أنه وقت الثورة مثلا كنا بالنقاشات ما بقى عدد هائل من الاجتماعات عملناها على استقلال القضاء، وبيروت وخارج بيروت وتقريبا كل المناطق، وكان دايما اسأل سؤال مين من الموجودين عامل قانون، يطلع 1% عاملين قانون. وبالتالي يعني كان عندك 99% من الناس اللي ما بحياتها عاملة قانون جاي تسمع كلمات عن استقلال القضاء وتناقش فيها. وهيدا شيء عن جد مهم جدا. أنا ما برأيي ممكن أي مجتمع أنه يتطور 100%. لا بكوميسيون دو فينيز ولا بغيرها إذا ما كان هو عنده وعي عام على أهمية الأشياء اللي عم بيطالب فيه 100%. ولا نحن نظهر من ولا مشكل نحن واعين فيه هلأ، يعني إلا إذا كان عندنا هيدا القضاء. وبالتالي معاركنا كتير اليوم، كل الجبهات مفتوحة، بس أنه هيدا قدرنا، وياريت نحن خلقنا مواطنين مرفهين نقعد بالبيت توصلنا حقونا، بس هيدا شيء مش متوفر، ما في ولا بلد خلق هيك على فكرة يعني. وبالتالي هيدي واحدة من المعارك الأساسية بعتبرها بالبناء تبع الدولة، بس هي معركة أساسية. سلم تمك، بشكرك كتير. نحن عنا عادة هون بممكن كل ضيف بيجي لعنا نهديه قطعة حلو. كانت مهملة، كانت رايحة على زبالة أو على شي مطمر شي محل، واليوم لقينا أنه ممكن نعطيها شانس تاني. بقى بحب أهديك هذا البريق، ديزاين شوية هيك فانكي مثل ما بيقولوا، وهذا معمول من أنانة بيرة كانت مكسرة وكانت رايحة، مع أنه اليوم بلبنان ما بقى حدا بيعمل ريسايكلينج للأزاز. بهمنا كتير أنك تاخده، بشرك كتير كتير. وأي دعم وأي هيدا نحن دايما جاهزين. طيب ثانك يو زياد على الحلقة، وشكرا كتير، هيدي لماء الحياة يعني.